أهلا بكم مشاهدينا في المشهد اليوم. يصحبني في قراءته ضيوفي الأستاذ عامر أبو شباب الصحفي والمحلل السياسي، الأستاذ تيسير سليمان الباحث المختص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا الأستاذ محمد أبو طقية الصحفي والباحث السياسي. إذن 400 يوم من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولا صوت يعلو فوق صوت الجريمة المكررة ساعة تلو ساعة. 400 يوم والحال الرسمي العربي والإسلامي والدولي ينظر ويتابع دون حراك، وحدهم من في الميدان يقدمون طاقة وسعهم على أمل قلب المعادلة وسط مطالبات وانتظار بتغييرات قادمة قد تحملها إدارة أمريكية محملة ومشبعة بالكراهية للعرب والمسلمين. مسؤول في حماس يقول: جاهزون لوقف إطلاق النار في غزة، وهذه رسالتنا لترامب. أبدت حركة حماس استعدادها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقال باسم نعيم العضو في المكتب السياسي للحركة إن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال قدم عرض يقضي بوقف إطلاق النار بشكل دائم على أن تلتزم به دولة الاحتلال. وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية دعا نعيم الإدارة الأمريكية وترامب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان والحرب على غزة والمنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وفي وقت سابق قالت الحركة تعليقا على نتائج الانتخابات الأمريكية على ترامب: التعلم من أخطاء بايدن، مؤكدة أن خسارة الحزب الديمقراطي هي ثمن الطبيعي لموقف قيادته الإجرامي تجاه غزة، وكانت جولة المفاوضات الأخيرة في منتصف أكتوبر قد فشلت في التوصل إلى اتفاق، حيث رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل دائم. بايدن يفرط في فرصة إنهاء الحرب على غزة. أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أضاع فرصة تاريخية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، رغم أنه أصبح الآن خاليا من القيود السياسية بعد الانتخابات الرئاسية. وقالت الصحيفة في مقال رأي إنه بدلا من استخدام سلطاته للضغط على إسرائيل لإنهاء الهجمات على غزة، اختار بايدن الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية رغم التقارير المستمرة عن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الحصار والجوع كسلاح حرب. وأشار مقال الصحفي محمد بازي إلى أن بايدن كان يمتلك الأدوات القانونية والسياسية لإيقاف شحنات الأسلحة، وهو ما كان يمكن أن يضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، ولكن القرار الأمريكي ظل يدعم الحكومة الإسرائيلية في مواصلة الحرب. واعتبر الكاتب أن هذا التوجه يعزز إرث بايدن كمسهل للفظائع التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، مما أضعف مصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية. أجدد الترحاب بكم ضيوفي الكرام. لو بدأت معك أستاذ عامر أبو شباب، ماذا تقرأ في جديد إعلان المقاومة على لسان حماس الاستعداد لوقف إطلاق النار والمطالبة للقادم الجديد للبيت الأبيض بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو؟ بعد التحية لك وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين، أعتقد أنه موقف يعني سياسي تقليدي، بمعنى أن حركة حماس منذ اتفاق أو الإطار الذي أعلن عنه بايدن هي مستعدة لوقف إطلاق النار، وقبلت بذلك ورحبت قطر ومصر بقبول حركة حماس بوقف إطلاق النار ضمن الرؤية الفلسطينية وضمن المحددات التي وضعتها ورقة الإطار لبايدن. لكن الآن بايدن في إطار المغادرين ولا يحمل أي يعني أدوات ضغط. أعتقد أيضا أنه في الحالة الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس بحاجة إلى أكثر من إعلان وقف إطلاق النار. نحن أمام ضوء أخضر أمريكي، وأنا أختلف تماما مع التقرير الذي يتحدث أو المقال الذي يتحدث، لا، الإدارة الأمريكية شريكة، وإذا رجعنا يعني كل المحطات ترجمات من الصحافة الغربية يعني. إذن بايدن كان جزء من هذه الحرب وتأتي في السياق السياسة الأمريكية والاستفادة أيضا الأمريكية، ويمكن أن أتحدث عن ذلك. أما بالنسبة للموقف الوطني وموقف حركة حماس، أعتقد نحن بحاجة إلى شيء أكثر من إعلان وقف إطلاق النار. مثل ماذا؟ يعني أنا مثلا على حماس المبادرة إلى إعلان رئيس المكتب السياسي فورا، وأتمنى أن يكون النائب الثاني السيد خالد مشعل، ثم الذهاب بإطار تمتين الحالة الوطنية من خلال العودة إلى اتفاق الدوحة 2012،
لترتيب الحالة الوطنية على اعتبار أنه اتفاق جاهز، وبذلك تقديم ورقة للموقف العربي الذي لا نراهن عليه كثيرا، لكن تبقى الحاضنة العربية مهمة وأساسية في أي تحرك سياسي، خاصة ونحن ننتظر، المنطقة تنتظر منطقين، إما منطق العقوبات أو منطق الصفقات. التعيينات التي قام بها الرئيس القادم ترامب هي تعيينات صهيونية 100%، وتحتاج إلى موقف متقدم وموقف جريء سياسيا لدعم أولا صمود الناس على الأرض، ودعم المقاومة التي ما زالت تكبد الاحتلال في الجغرافيا، جغرافيا جبالية، ما زلنا نسمع عن أو هناك توثيق لعمليات عسكرية لافتة ومهمة. أعتقد يجب أن يكون غطاء موقف متقدم. نحن حتى الآن في الحالة السياسية بالمجمل نفكر فيما قبل 7 أكتوبر، ما بعد 7 أكتوبر، وهذا العام من الدماء والأشلاء والصمود والمقاومة والمخططات التي يجهز لها اليمين الإسرائيلي والإدارة الأمريكية القادمة بمبعوثها أو سفيرها في تل أبيب الذي يقف عن يمين بن غفير، أو المندوب الآخر للشرق الأوسط الذي يعني هو وسيط عقاري يتحدث عن صفقات في المنطقة، وكل ذلك يستدعي موقفا أكثر جرأة وأكثر مبادرة. على رأسه يعني كان من اللافت تعيين السيد يحيى السنوار، الشهيد يحيى السنوار، بسرعة رئيسا للمكتب السياسي، وهذه علامة أن القيادة والسيطرة ما زالت حاضرة. أعتقد أن حماس بحاجة إلى إعلان السيد خالد مشعل بما يمثله. هل ما يمنع وقف العدوان وإيجاد حل هو فقط اختيار قائد؟ لا لا لا، أنا بحكي عن الأدوات الفلسطينية. وقف العدوان كل التقديرات الهامة تشير أنه لا وقف للعدوان قبل قدوم ترامب، يعني نتكلم عن شهر يناير القادم. إذن بماذا يقدم أو يؤخر إعادة ترتيب بيت حماس الداخلي؟ ترتيب الحالة أولا، ترتيب حركة حماس، ترتيب الحالة الفلسطينية حتى تخفف من الضغوط التي تمارس مثلا على قطر. واضح أنه يعني الخطوات التي أعلنت عنها دولة قطر هي استباقية لتخفيف الضغوط، لذلك يجب دعم هذا الموقف، الصديق القطري والصديق التركي، بترتيبات في الحالة الفلسطينية، ويمكن أن نتحدث فيها بالتفاصيل. نعم. إلى أي مدى أستاذ محمد الأمور رحلت، يعني كل الملفات رحلت، ملف لبنان، ملف غزة، كل الملفات رحلت على طاولة ترامب، بالتالي لا جدوى من الحديث عن أي شيء فيما يخص العدوان على قطاع غزة. هل هذا التصور هو الذي يحكم الواقع حاليا برأيك؟ بداية تحية لك وللسادة المتابعين والضيوف الكرام. بالتأكيد التصور هو متوقع وسابق، كانت هناك قراءة في هذا الاتجاه بأنه لن يكون، بالعكس ستكون هذه الفترة حتى يتولى ترامب إدارته بشكل عملي وفعلي وتسلم مهامه بشكل فعلي، ستكون فترة هي عبارة عن فرصة للاحتلال الإسرائيلي في إعادة الضغط والمزيد من الضغط على الجبهات الموجودة، وستكون فرصة لإعادة تموضع الاحتلال وخلق أوراق جديدة في المنطقة لاستخدامها أو لاستقبال، ربما استقبال ترامب بهدايا جديدة في المنطقة من خلال فرض وقائع جديدة في الميدان، وهذا كان متوقع. إذا نظرنا أيضا أن بايدن على مدار طول الفترة التي كان يمتلك فيها أوراق فعلية وكان يمتلك أدوات فعلية للتأثير في المشهد لم يبادر إلى ذلك، وكان مبررا للاحتلال وكان شريكا أولا وأساسيا في كل الجرائم القائمة. لذلك أنا لا أقرأ في تصريح حركة حماس إلا عبارة عن رد على البروبوغاندا التي والدعاية الصهيونية الأمريكية التي كانت قبل أيام والتي تولاها بلينكين والخارجية الأمريكية، أن حماس هي التي عطلت. هذا جزء، لأن أنا أعتقد حتى أن فيه جزء من الذكاء الإعلامي في مخاطبة الغرب، لأن الغرب لا يدخل في التفاصيل، هو يتعامل مع المنشط، يتعامل حماس هي العائق. إذا ليصدر اليوم من حماس بأن أنا جاهز لوقف إطلاق النار، والتفاصيل تترك كما يفعل الاحتلال، وهذا أعتقد أنه شيئا وتحولا أو نقطة إيجابية في التعامل بالذات مع ما يحاول أن يسلم بايدن ويحاول أن يبرر اللحظات الأخيرة في ولايته، وكأن من أفشل وأفشل جهود السلام بين قوسين هو حركة حماس أو الجانب الفلسطيني. لذلك أقرأ في هذا التصريح ومناورة سياسية، وأعتقد أنها مناورة جيدة في الاتجاه الصحيح، وليكتر منها بالمناسبة، يعني وليكتر بالتصريح مثل هذه العناوين الكبيرة التي يأخذها الغرب وينطلق فيها الإعلام كما يفعل الجانب الإسرائيلي والأمريكي في هذا المجال. الجانب الآخر أن التعقيدات في المنطقة لا تشير إلى انحلال قريب، ولا تشير إلى أن، بالعكس، ربما قد نقول الآن، نحن نتحدث في اليوم السابع بعد الأربعمائة، ربما نقول أننا نبدأ من جديد أو
هذا ليس شيء من 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 السوداوية أو، لكن المشاهد الموجودة في المنطقة كاننا في الأيام الأولى، في الأيام الأولى نعم هو نعم. الآن الاحتلال بكل معنى الكلمة، الهجوم الثالث على شمال قطاع غزة، هو يحاول أن يفعل ما لم يفعله في الأيام الأولى، ويحاول وما زال مصرا على ذات الأهداف التي لم يستطيع ينفذها في هجوم أول وثاني، والآن ينفذ هجوم دموي ثالث بعد أن استنزف المقاومة، وأيضا المقاومة استنزفت الاحتلال وما زالت حتى هذه اللحظة، لكن هناك فرق في خطوط الإمداد وخرق في الحسابات، لكن ما زلنا نتحدث عن مقاومة مستبسلة في تلك البقعة، وأن الاحتلال ما زال يحاول أن ينفذ كل ما أراد تنفيذه ولم ينفذه على مدار عام، وهذا الإصرار وهذا هي هذه هي اللغة الموجودة. وعلى الجبهة اللبنانية أيضا كذلك، الاحتلال أعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة، والميدان يشير إلى محاولات ولخلق وقائع جديدة في العمق والتقدم في عمق الجنوب اللبناني، سعيا وفتحا للوصول إلى خطوط وإلى معطيات جديدة على الأرض، ووقائع جديدة يستقبل بها ترامب ويستقبل بها المرحلة القادمة التي أعتقد أنها ستكون مختلفة تماما عما مضى. نعم أستاذ تيسير، أكثر مما يجري في شمال قطاع غزة وفي القطاع عموما، ماذا يمكن أن يحصل؟ ما هو أشد منه وفقا للتوقع الأستاذ محمد؟ وهناك كثيرون ذهبوا بهذا الاتجاه، أن الفترة المتبقية لتسلم ترامب كرسي الرئاسة رسميا سنشهد حالة من الإجرام المركب، حتى البعض ذهب بهذا الاتجاه. هل تتفق مع هذا التوجه أن الأمور ستكون أكثر إجراما؟ وما هو الأكثر إجرام مما يجري حاليا؟ نعم، في البداية تحية لك ولضيوفنا الكرام. حقيقة يعني أنا مع مرات أنه حتى نأخذ نتائج صحيحة أن نعطي معطيات صحيحة، وجزء من المعطيات صحيحة أن نتنياهو أراد أن تطيل، بمعنى يبقى في الحكم حتى تأتي إدارة جديدة، وربما الرياح جاءت بما يهوه سفن نتنياهو وسياسته. وأيضا جزء منه ما يصرح به اليمين الإسرائيلي، لو دخلت على صفحة سموتريش أو بن غفير وتكرأت بعض الأمور، بمعنى ننتظر ذلك القائد العظيم الذي اسمه ترامب وما سوف يقدم لنا. حقيقة هل ترامب قدم لليمين الإسرائيلي خلال الخمسة جولات الانتخابات الماضية الكثير؟ نعم، قدم لهم جزء ضم الجولات، ضم الغور، نقل السفارة، يعني حتى لا نتفاجأ، نحن كأننا نتكلم عن شخص، نعم نتكلم عن شخص، لكن ربما الذي ربما نتفق جميعا فيه أننا نتعامل مع رجل أعمال عنده مقياس الخسارة والكسب أكثر من نظرته لرجل سياسي عنده البرنامج الكامل. هو عنده أنه يريد أن يقوي مناصري أو أنصاره أو حلفائه مثل نتنياهو، ربما يحدث ذلك في العديد من المناطق، حتى بعض الدول مثل تركيا ربما ترى أن بايدن أسوأ من ترامب، ولذلك هي ترى أن أقل السوءين هو ترامب. حقيقة أنا تصوري برد على سؤالك، ممكن يكون أسوأ، نعم ممكن يكون أسوأ، يعني جزء من التاريخ حتى لا ننسى التاريخ أنه بفترات ما بين التسليم والآخر الذي يحدث في الولايات المتحدة وجزء منه، هناك مبدأين أساسيين، مبدأ أن هناك سياسات خاصة بكل حزب يحاول الرئيس تطبيقها، ورأينا أنه بأقصى ما يمكن أن يقدم الحزب الديمقراطي أنه لم يوقف الحرب ولم ينظر إلى الأصوات المسلمة والعربية في بلده التي هي سبب بخسارته، وهي مبدأ أساسي. المبدأ الثاني أن ترامب مستعد أن يذهب إلى أقصى ما يمكن. أنا أقول لك أقصى ما ممكن، ممكن أن يقول للاحتلال الإسرائيلي معك ضوء أخضر، انهي المشكلة أو انهي ما يمكن أن يسمى الشعب الفلسطيني وما تفاصيله. وأنا باعتقادي إذا عين الآن على غزة الآن العين الكبرى وقالها سموتريش على الضفة الغربية، وسمى 2025 أنها عام الضفة الغربية، نحن نتكلم عن تقريبا زيادة بنصف عدد السكان، 3.5 مليون تقريبا في الضفة الغربية، وإن لم نتكلم عن فلسطيني الداخل التي أقر قوانين ربما هي الأخطر تاريخيا عليها. أنا باعتقادي أنه نحن داخلين على منطقة على مرحلة صعبة صعبة، وربما هنا نفسر مبادرة حركة حماس عندما قالت بالسياسة أنها جاهزة ورقف النار. هل هذا شيء جديد؟ لا. حركة حماس منذ اليوم الأول للحرب قالت هي مستعدة، لكن هي بما أنها تتعامل مع إعلام، أنا قبل أيام سمعت بلينكين بإحدى زياراته مقابلة كاملة، تشعر أنه الرجل ينهي ملف بناء عليها يريد أن يقدم لإسرائيل أفضل ممكن، ونحن حاولنا والعالم لم يفعل شيء ولم يضغط على
كل العالم وقف مع الاحتلال الإسرائيلي وقدم الأسلحة ودعم الأموال، ولكن لم يستطيعوا. بلينكين في زيارته لقطر بعد 50 يوم والهدنة قال الاحتلال الإسرائيلي طلب، أو بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ونتنياهو طلبوا أن تكون قريبة إلى بيروت 2، ولم يحدث ذلك. لم نرى أنفاقا مليئة بالأسلحة ولم نرى قادة، لكن بعد استشهاد بعض القيادات وغيره ربما الاحتلال الإسرائيلي يبني شيء متولد. أنا أريد أن أركز على شيء من خلال متابعتنا الإعلام العبري. الإعلام العبري كما يتكلم بحالة ما يفعل جيشه، لكن يضع علامات أسئلة كبيرة. مثلا أنا أقول لك، صحفية إسرائيلية قبل أيام ماذا كانت تقول؟ كانت تقول كنا نواجه فلسطينيين بحجارة وميليتوف ونقول نستطيع بقواتنا وجيشنا ووحدات الخاصة أن نقضي عليهم. انتقلنا إلى صواريخ قلنا عنها عبثية ولا تستطيع، انتقلنا إلى قذائف، انتقلنا إلى مواجهة مع لبنان، انتقلنا أن الصواريخ ربما تأتيك في كل مكان. اليوم صباحا بإيلات وفي المنطقة الشمالية تقريبا لعند منطقة شمال تل أبيب. فالاحتلال وبعد ذلك الضربات التي جاءت من إيران، المشهد هو أن الاحتلال الإسرائيلي هل هو بأفضل حال ما قبل 7 أكتوبر أم أسوأ حال؟ لو أردنا أن نقيس هو بأسوأ حال بكل الامتيازات. ولو أردت أن أفصل لك، ليس بما نحن نقوله ونتمناه كإعلاميين فلسطينيين عندنا البعد الوطني بالموضوع، إنما كإعلام إسرائيلي ماذا يقول عن نفسه؟ يتكلم عن وضع اقتصادي، عن وضع هجرة. طبعا راح يقول لي البعض يعني مقابل تدمير الضاحية ولا تدمير غزة شو أنت سويت؟ ما هي الأمور لا تقاس زي هيك. ما احنا بانتفاضة حجارة عام 87 شو سوينا؟ قتلنا 150 إسرائيلي أو قتل 150. المشهد الذي نريد أن نركزه أن بحالة المقاومة أنت غير مطلوب منك أن تعطي نتائج بقدر ما مطلوب منك تعطي عمل. وحقيقة أنا بالأيام الماضية براجع بعض المواد لها علاقة بغزو ألمانيا للاتحاد السوفيتي، وجدت أنه تم تدمير كل شيء يمكن أن يسمى سوفيتي، بمعنى مطارات، قرى، مدن، حتى قتل 1 مليون، وكان النتائج أن الألمان متقدمين. لكن بالنهاية هناك حالة من الصمود وحالة من عدم الاستسلام بدأت تؤدي، أدت بالنهاية أن سموا الطريق الطريق إلى برلين ولم تكن الطريق إلى موسكو. نعم. أنا الذي أريد أن أهجل، نحن أي أمام مرحلة صعبة بدنا نقولها، ربما أكثر مما نتصور. لا يوجد شيء الذي يقدم الشك مفتوح لنتنياهو، وباعتقادي نتنياهو ينظر بطريقة مختلفة عنه، وهو أن ترامب الذي ممكن أن يقدم له كل شيء ممكن أن يوقف عنه كل شيء، لأن الرجل لديه مصالح عليا في المنطقة. نعم. دعونا نذهب لهذه المادة أيضا من الترجمة ضمن سياق حديثنا في هذا الإطار. لماذا يرغب نتنياهو باتفاق لبنان وغير مستعد لإبرام صفقة مع حماس؟ ربما هذا يجيب أيضا على جزء من إلى أين يتجه شمال قطاع غزة تحديدا في ظل الشهرين المتبقيين. لذلك أنا لما طرحت فكرة التوافقات الحالية هدفها أن نريح الناس أو نحاول نريح الناس، نعطيهم أمل حتى يأتي الموعد الجديد. هو كان في لقاء للفصائل قبل الفترة أظن، يعني في في حراك ضمن هذا السياق لكن لم يحقق نتائج. المطلوب تحقيق نتائج، لأنه إحنا عندنا ناس صامدين لازم نخفف عنهم قدر الإمكان ظروف الحصار والإبادة والتجويع، فعلا في حالة تجويع. الثاني أنه المقاومة تشتغل بأريحية على الأرض، فخلي الحاضنة الشعبية أيضا مرتاحة. القضية الأخطر واللي نوه إلها الأستاذ أنه المعضلة الإسرائيلية الأساسية حاليا أنه لا يمكن ابتلاع 3.5 مليون في الضفة. يا بتعطيهم الجواز يا بتهجرهم. بالتجربة إلى غزة، غزة لم يهاجر الناس، وأعتقد أيضا أنه لا يمكن أحد في العالم أن يفتح أبواب الهجرة أو يتحمل مسؤولية شعب. شفنا التجربة الألمان شو تحدثوا بعد الأزمة السورية. في أزمة سودانية. ربما هذا أستاذ عامر هو ما يدفع نتنياهو لإنهاء ملف لبنان دون إنهاء ملف غزة. يعني رغم كل هذا الدمار لم يتحصل على الصورة التي تقنعه أنه آن الأوان لإعلان النصر في غزة أو وقف العدوان في غزة. دعونا نتابع مشاهدينا ما سبب رفض الربط بإنهاء العدوان فيما يخص ملف لبنان وكذا غزة. בינתיים אנחנו דווקא רואים את צהל, את פיקוד צפון, את הרמטכ"ל, הם אלה שדוחפים להרחבת התמרון לקו הכפרים השני. עידן, בגדול, אנחנו כבר 14 חודש בתוך המלחמה הכי ארוכה, וזה לא נראה שעצה הדרך, למרות מחיר השחיקה, מחיר הנפגעים, ליבנו עם חטיבת גולני שהם משלמת מחירים כל כך כבדים. ובפועל כשאת מסתכלת איפה אנחנו נמצאים, אני חושב שאנחנו בסוג של דשדוש על מלא.
מבחינה מדינית, אנחנו שעבדנו את עצמנו לחלוטין לממשל של טראמפ, שהוא עוד לא נכנס בכלל לתפקידו. זה חודשיים וחצי, זה המון זמן. בזמן הזה אפשר להפסיד דברים, כמות, מחיר, הרוגים, שחיקה, זה סיפור לא פשוט. בהיבט הצבאי, צהל, בדיוק כמו שאמר, על מנת לא להיתקע, אין לו ברירה. הדבר היחידי שהוא יודע לעשות זה להרחיב את הפעילות, כדי לייצר עוד הישגים ולמנוע למעשה שחיקה של ההישגים הקיימים. עכשיו תראי, בעזה, באופן מלא, אנחנו לא ברור בכלל לא מהממשלה, לא מהמטרות, לא לאן הולכים. צהל פשוט עושה פעולות שהן נראות כמו איזו תחילה של כיבוש או החזקת השטח לאורך זמן. מנקים, זה נכון שהורגים מחבלים, אבל אין לזה שום תרומה להישג אסטרטגי כלשהו. זה לא עוזר לחטופים, צריך להגיד את זה, וגם אף אחד לא לוקח פוזיציה, כמו שפתח בדברייך, כדי לקדם איזושהי עסקה כזאת או אחרת. אני חושב שהאחריות הזאת צריכה לעבור לרמטכ"ל, משום שלא יש שם חטופים, והוא אחראי עליהם, ואני לא רואה מישהו אחר שלוקח את הפוזיציה הזאת. מה אתה אומר לקחת מדדי ברנע את הובלת המסע ומתן? לפחות בעמידה מול ראש הממשלה, ולפחות גם לצאת לציבור ולהגיד איפה אנחנו עומדים עם זה. כי אנחנו בעלתה, ממש לא ברור לנו, ברור שיש פה, שזה לא על האג'נדה של הממשלה. לגבי הנושא של הצפון, כמו שניר אמר, אני חושב שאנחנו קרובים להסכמה, אבל אנחנו לא צריכים אישור של אף אחד בשביל להתערב בלבנון. ממתי אנחנו צריכים אישור של נביע ברי בשביל להתערב? ולכן צריך לסגור שם את המלחמה לאלתר, ולא להגיע לשחיקה נוספת בלבנון. תודה רבה, ישראל. שתביני, דנה, בקבינט האחרון הרחיקו לדון עד איך מערערים את המשטר האיראני, אבל לא נגעו במילה בגורל החטופים. כן, זה כבר קבינט שני לדעתי. דדי שמחי, תראה, אולי אתה יכול להסביר לנו את הפער בין המוכנות של הממשלה, ראש הממשלה, להגיע להסכם עם חיזבאללה, כלומר להשאיר את חיזבאללה בעומד על הרגליים, כדי להגיע לשם להסדרה, אבל כשמסתכלים דרומה, אומרים אסור להגיע להסכם, אסור להגיע להסדרה, כי זה ישאיר את חמאס על הרגליים, כשהמחיר ברור, זה מחיר חטופים. איך, למה פה זה בסדר ושם זה אסון? אני חושב שההבדל המהותי בין הזירה הצפונית לזירה הדרומית, זה כמו שאמרת, זה 101 חטופים. בלבנון, ישראל פועלת בעוצמה אדירה, היא לא רואה ממטר, היא פירקה את כל דרום לבנון, היא תמשיך ככה לפרק את הדחיה בימים הקרובים. בלבנון, אומנם יש ממשלה חלשה, אבל עדיין יש לה אינטרס, יש לה מדינות שאיכפת להם מלבנון, כמו גם האיראנים וגם הצרפתים. בזירה הדרומית הנושא יותר מורכב, אף אחד, הפלסטינאים בעזה לא מעניין אותו, לא מעניינים אותם. החטופים, שזה הבעיה הכי גדולה, מגביל. إذن الفروقات ربما سنأتي هنا الحديث عن ملف لبنان، لكن الجنرال العسكري تحدث بمسألة في غاية الحساسية والأهمية. خلال شهرين قد تتآكل الإنجازات، نحن لا نفعل شيء في قطاع غزة، هذا وفق منظور عسكري، رغم أن الواقع طبعا هو صورة الدم والإبادة الجماعية. هل يمكن أن يكون لمفردة تآكل الإنجازات أي دور على طاولة استمرار العمليات في غزة؟ أنا بدي أشير يعني تحول في السياسة في إسرائيل. دائما كان الجيش هو المؤسسة التي تفكر وتقود إسرائيل، لكن الآن نحن مع مجموعة من السياسيين الإسرائيليين جزء منهم لم يدخل الخدمة العسكرية الإسرائيلية، خصوصا الوزير الجديد، وزير الجيش يعني الجديد، وزير واضح الحرب. أنه بتكلم في الجهة والجيش عنده حقائق مختلفة. الجيش منذ يعني منذ جنتس عندما كان في التشكيل الحكومي كان يقول ليس لدينا خطة لغزة. يعني الآن غزة في خيارات، الاحتلال الكامل، الاحتلال الكامل يعني أن تحول إسرائيل غزة إلى النقب، نعم، سجن النقب، نعم، وهذا متعب. يعني هي مع يعني مع ناس أسرى في النقب، كان في عمليات طعن وكان في احتجاجات وكان في إضراب عن الطعام وعصي. يعني هل تتحمل المسؤولية؟ واضح أنه نتنياهو يريد ذلك لكن لا يريد دفع الفاتورة. الأمر الثاني، إبقاء حكومة حماس السابقة يعني أصبح هذا من الماضي. واضح أنه لا يريد عودة السلطة الفلسطينية، واضح أنه أي طرف عربي من الأسماء التي تذكر على مدار عام لا يريد التورط في غزة، لأنه مش مشكلة إنسانية فقط، إنه المشكلة الفلسطينية لم تنحل في غزة، ما زال الاحتلال موجود وما زال الناس مكلومة، وهناك فاتورة كبيرة لإعادة الإعمار وترميم الحياة وجبر الضرر
للناس في غزة. إذن الحل لدى إسرائيل غير واضح. ليس لدى نتنياهو إلا أن يدفع بالجنود على مواصلة العملية العسكرية وتغيير أهدافها، على أمل أن يقدم، وهذا دائما أنا في السياسة الإسرائيلية دائما نحن نقدم، مش يعني الحالة العربية أو الحالة الدولية أو المجتمع الدولي هو اللي بيقول نتنياهو هو الحل. في لبنان 2006 قال له القرار 1701 هي الحل. هو نتنياهو دائما يصعد الأزمة ويخلق الأزمة وينتظر من الآخرين تقديم تفاصيل. من هم هؤلاء الآخرين؟ الآخرين ترامب. ترامب قادم على أرضية فكرة صفقة القرن على ماذا كانت قائمة؟ إنه ترامب قال لك أنا ما بدي أوجع راسي، لا بدي أفكفك مستوطنات ولا بدي أغير واقع جغرافي، الوقائع كما هي، هذا في الصفقة السابقة، الوقائع كما هي وبدنا ندفع 50 مليار دولار إعادة إعمار. هي يعني هي فكرة الصفقة. قد يطرح ترامب وفريقه الحالي بناء على الوقائع الجديدة، لذلك الفكرة اللي أشار إنها أستاذنا دائما إنه إسرائيل تحاول إيجاد على الأرض وقائع جديدة، يعني فكرة إسرائيل قائمة على بناء المستوطنة ثم توسيعها حتى تدور المفاوضات حول توسيع المستوطنة وليس المستوطنة. فهو يخلق وقائع حتى أنسحب من، يعني صار قضية الآن فلسطينية وطنية الانسحاب من نتسريم، قضية وطنية إعادة فتح المعبر. أنا بعتبر هذه عجز عند السياسي الفلسطيني أن يتحدث بهذا المنطق. بدك تضلك في نتسريم خليك تفضل، بدك تضلك في معبر رفح خليك، لكن يجب أنا صراحة أنا لو مكان القيادة الفلسطينية أطالب كل المؤسسات الدولية على رأس الأونروا الانسحاب من غزة ووقف خدماتها، ما دام الأونروا بتقول لك أنا مش قادر أقدم خدمات، شاحنات لا تدخل، الحد الأدنى يتحمل الاحتلال المسؤولية. هل سيتحمل؟ هل سيتحمل؟ ويعلن عن حالة مجاعة في قطاع غزة. وهو حكى لك الأستاذ يعني إحنا لا يعني فيش أمل في الأفق، فلتصعد الأزمة. إذا كان نتنياهو بيصعدها ميدانيا بالجيش وبالعمليات العسكرية وبقتل الناس والإبادة فلتصعد سياسيا في المقابل. أما أن نبقى في حالة المراوحة وانتظار القادم، أنا بوجهة رأيي يعني أنا مواطن فلسطيني ولدي أسرتي ولدي أصدقائي ولدي أهلي وكلنا نستشعر الواقع، يجب الخروج من دائرة انسحاب من نتسريم، تبادل أسرى، الساعات، وقف النار ساعتين يومين، كل هذه المبادرات لا تعطي إلا نتنياهو مزيدا من الوقت حتى يقول لترامب أنا هذه الوقائع جديدة في جنوب لبنان، أنا مشيت 7 كيلو 10 كيلو، في غزة عندي 1 2 3، تعال نتفاوض على ذلك، ويصبح سقفا تفاوضيا الانسحاب من معبر رفح أو الانسحاب من نتسريم أو شمال قطاع غزة. ما الذي يمكن أن يجبر بنيامين نتنياهو في ظل هذا الواقع، في ظل الانسداد؟ هو ليس انسداد فقط ربما عند الحالة الفلسطينية، عند الحالة الإسرائيلية نتنياهو ليس لديه جواب، الأمريكيون ليس لديهم جواب ماذا على اليوم التالي، الحالة العربية والإسلامية حتى العالم لا يملك أحد جواب ماذا في اليوم التالي. ما الذي يمكن يعني ملاحظة صغيرة، أنا كنت قبل أيام أتكلم مع رئيس اتحاد المقاولين الأسبق وقل لي لو في حل كان الآن على الأقل تم تكليف دولة ببناء كرفانات، يعني لإعادة الإعمار احنا محتاجين على الأقل 250 ألف منزل، يعني حتى الآن حتى ما في ولا شيء بدأ. يعني الناس بتفكر فقط في إدخال كيس الدقيق وما بيدخل، لذلك احنا سقفنا مش لازم برضو يكون كيس الدقيق، يعني على أهميته طبعا، على أهميته توفيره طبعا. نعم. طبعا ما الذي يمكن أن يجبر بنيامين نتنياهو؟ والآن نتنياهو كما نعلم منذ اللحظة الأولى يعمل على توسيع الجبهات وتوسيع النار، فبقاء الحرب ما زالت حتى اللحظة هي الوضع الأفضل لنتنياهو. نعم. الآن بالنسبة للجيش كما تحدث الجيش، لكن على الجيش على الأرض أيضا مطالب. نعم. أن يسير. نعم. وفق الرؤية السياسية الموجودة، هناك نظام، هناك مؤسسة عسكرية قائمة، الجيش الآن على عدم اقتناعه ولأنه يدفع الثمن الأول، وحتى بالمناسبة أيضا في داخل بنية الجيش من يدفع الثمن، جزء كبير هم من الصهيونية الدينية، جزء كبير هم من أركان هذه الحكومة في مستوى وعدد القتلى الموجودين. لكن الجيش في هذا الإطار وإن كان منزعجا وإن كان غير راضي أيضا عن التقلبات، حتى عن الإقالات أو عن التهديد والتلويحات بالإقالة. نعم. إلى أسماء هنا أو أسماء هناك، وعلى فرض مناورات أو فرض واقع سياسي أو فرض واقع عسكري ومهام عسكرية على الجيش هو لا يعتقد أنها مجدية ولا تؤدي إلى أفق مرسوم أو إلى مخطط مرسوم، لكنه ما زال ملتزما بكل معاني الكلمة في الأداء العسكري في داخل على أرض الميدان. إذا كان في العمليات، وهي بالمناسبة هي جرائم، إذا كان في عمليات في الشمال قطاع غزة لفرض واقع جديد، كسر ما يمكن كسره، ما لم يكسر بالإجرام بالمزيد من الإجرام، لم يكسر بالنار بالمزيد من النار. وأيضا في جنوب لبنان الجيش يدفع ثمن، يجد أن هذا الثمن قويا وكبيرا، ولكنه ما زال على أرض الواقع يمارس عملية
العمليات العسكرية، يمارس عمليات التقدم، يحاول تحقيق اختراقات، هو لم يعبر الجيش أو ترميم صورة الجيش أمام الشعب الإسرائيلي، لأنه لا يريد أن يخرج وكأنه أو يستخدم المشهد وكأن الجيش هو من نعم. فشل أو يحمل كل المسؤولية. وأيضا نتنياهو يستفيد من هذا المشهد، وكان أمام مؤسسة قبل 7 أكتوبر هي أصعب المؤسسات، مؤسسة عميقة في داخل الدولة، الآن هي منهكة، قياداتها منهكة، قياداتها متهمة بالفشل، وقياداتها متهمة بعدم الإنجاز على مدار أكثر من عام في الميادين الموجودة فيها، هم المتهمون الأوائل. لذلك الجيش ما زال منسجما مع رؤية نتنياهو في إدامة هذه النيران وإدامة هذه العمليات. يبقى أن الجانب الآخر هو أن العناد الموجود أو العناد الميداني والعناد السياسي وأيضا إبقاء الجبهات ملتحمة هو المخرج الوحيد لنجاة الجميع أو تحسين وضع الجميع حينما يجلس على الطاولة. في البداية هو كان لهذه المعركة لها بدايات ولا نهايات، بالتأكيد ستكون وإن طالت. البداية كان فشلا كبيرا ومؤلما للاحتلال، حتى هذه اللحظة لا الاحتلال يمتلك ولا حتى أطراف المقاومة الفلسطينية، ومنذ اللحظة الأولى ممكن أستاذ تيسير، منذ اللحظة الأولى حركة حماس عرضت أن تفرج عن المدنيين الذي أفرج نعم. عنهم نعم. بعد شهر ونصف من القتال. الإسرائيليون اعتبروها فرصة ذهبية، يعني اعتبروها فرصة وذهبت، لكن التعنت ذهب بهذا الأمر، أن ترفض ثم تحول إلى صفقة، إلى صفقة كان وقتها الكرامة نعم. الجيش والدولة نعم. أهم من نعم. الأسرى نعم. لكن الآن هذا العناد الميداني وهذا أيضا المقاومة أو ما تسميها المقاومة ما عبرت عنه بالاستنزاف، والآن يذهب بالاستنزاف إلى الاستنزاف السياسي لكسر إرادة الاحتلال سياسيا، هذا العناد الميداني هو الحل الموجود ومسألة فصل. لذلك يرى نتنياهو أن فصل لبنان عن غزة هدف استراتيجي بالنسبة لنتنياهو، وهو هدفا سيجعله يستفرد بغزة، ولا لن ينسى لبنان لكنه سيستفرد بغزة أولا ثم سينتقل نعم. إلى لبنان ثانيا أو ثالثا. الاستفراد في غزة أستاذ تيسير، يعني ماذا تبقى لنقل بلغة الإسرائيليين، يعني ماذا تبقى من أهداف بخلاف ملف المخطوفين باللغة الإسرائيلية؟ تمام. ماذا تبقى لكي يستفرد بغزة مرة أخرى؟ طيب أستاذنا الكريم، أنا ممكن أخالف بعض الأمور التي قيلت لسبب، مثلا نتنياهو يريد توسعة الحرب. خلينا مرات لا ننظر للآخر أنه يحكم ملفات ويتقنها بالتنفيذ لدرجة أننا نحن شطرنج يلعب بنا، المسألة ليست هكذا. بالسابع من أكتوبر وما حدث جعل الاحتلال الإسرائيلي يدخل كما يسمونهم ديليما، يعني حالة من الفوضى المطلقة العابة، حتى أن الجيش الذي كان يدير جميع حروبه السابقة الآن الجيش هو ردة فعل يفعل ما يريد، والذين يتكلمون الساسة والبعض المتكلمين ومقالة وحكومة الحرب الذين خرجوا كلهم يعبرون عن عدم رضا الجيش عما يحدث الآن. هل الجيش الاحتلال الإسرائيلي أو نتنياهو والجيش الاحتلال الإسرائيلي كانوا سيوسعون الحرب في لبنان أو اليمن أو ضرب إيران لولا أن هؤلاء اشتركوا في المعركة؟ طبعا لا. ولهذا يعزز أن الاحتلال اضطر أن يفعل ذلك، بمعنى أنه تضرر مما يحدث في الشمال. في الشمال كان الحديث عن 5 كيلومتر حتى كراتشمين، أنا لأني أعرفها وزرت هذه المناطق، مناطق حدودية لا تزيد عن منطقة 5 إلى 7 كيلومتر، بأقصاها كان يوصل إلى 15 كيلومتر. الآن نحن نتكلم عن 75، وصل إلى مناطق شرق حيفا، ولمن يعرف حيفا هي تقريبا عاصمة الشمال كما إسطنبول عاصمة الشمال في تركيا. الأمر الآخر وهو أمر أن الاحتلال الإسرائيلي كان لفترات طويلة يدخل حروب حجم الانتصار فيها لا أحد يناقشه فيها. في عام 48 أمام جيش استعراضي من 4 أو 5 جيوش بقائد كلوب باشا استطاع أن يصنع معركة، والذي لم يأخذها بالحرب أخذها بالمسطرة مع الملك. الأمر الآخر في عام 67 حالة من التحشيد وحالة من الظلم الداخلي أدت بالنهاية إلى معركة ليست 6 أيام إنما 6 ساعات. بعام 56 وقس على ذلك حتى في 82 في مرات وصل الاحتلال. الآن أنا أقول لك نتنياهو كان يتمنى أن الجبهة الشمالية لا تدخل وصبر عليها سنة على أمل أن تتوقف، ولكن لم تتوقف، وهذا أدى بالنهاية. ممكن إحنا قاعدين بنشوف فلسطينيا، وأنا كفلسطيني استشهد من أصدقائي في قطاع غزة ممن عاشوا معي لسنوات طويلة، من الأخ أبو إبراهيم حتى آخر أخ، الكثير وعائلات أبيدت وبيوت دمرت، لكن كمشهد آني هو هذا حالة الألم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يدفعها للمواطن الفلسطيني. لكن بالحالة الإسرائيلية أخواننا، هناك فكرة رئيسية لدى الاحتلال كانت أن إسرائيل استطاعت أن تردع الجميع، واستطاعت أن
تجعل الجميع يفكر أن الجيش الذي لا يهزم يستطيع أن يصل إلى أي مكان، وأن استخباراته تستطيع أن تعرف القصة بين الرجل ومرأته في البيت. هذا في 7 أكتوبر ضرب وأصبح سفنه لا تأتي من لا تأتي إلى إيلات، لدرجة البعض يقول هذه مدينة كانت تعتبر عصب، أصبحت منطقة الميت، كانت تعتبر الملجأ، أصبحت تضرب بطائرات مسيرة من كل مكان. المنطقة الشمالية كانوا ينظرونها المنطقة الزراعية المتطورة التي يمكن أن تكون المنطقة الصناعية الأكبر برضو، بحكم أن يوجد أراضي كثيرة فيها غير مسكونة، بمعنى ليست مثل وسط البلاد. كل هذا أنت وضعته على المحك، لذلك هو يرى أنه ما لم يكن هناك انتصارا واضحا لن يكون. أنت سألت ماذا يريد من قطاع غزة؟ يريد الأسرى، لأنه هو العقد الذي وقعه أو مفهومه أنك تعيش في هذا البلد، تخدم في الجيش، تدفع ضرائب وأنا أدافع عنه، لكن لم أستطع أن أفعل لك هالشيء. نذكر في عام 2006 لماذا ضرب لبنان؟ لأنه عملية نفذت، قتل 3 وأسر 3، دمر الضاحية. يعني أنا الذي أريد أن أقصده أن الإسرائيليين خلال الفترة الماضية يجدوا أنهم لا يستطيعوا أن يتكلموا مع العالم، نحن الدولة التي تسيطر على كل شيء ونستطيع أن نفعل كل شيء، هذه هشمة. لذلك هو يريد أن يحاول أن يسجل انتصار كبير. أنا أقول لك بالجبهة اللبنانية، البارحة اطلعت على بعض مستندات قالت بعض الإعلام ماذا يريد، ماذا يرفع من سقفه، ماذا يريد. هو يعرف أنه يريد أن يضع شرط انسحاب المقاومة اللبنانية إلى ما بعد. أصلا هؤلاء الناس هم ساكنين في القرى هاي، كيف بده يخليهم ينسحبوا؟ لمن يعرف لبنان، وأنا ذهبت لها. ثاني شيء يريد أن يجبر الدولة اللبنانية على نشر جيشها، الجيش اللبناني أصلا ما عنده مشكلة بالانتشار. يريد أن يضع قوات تشرف عليها، الأمريكان ودولة أخرى لا يستطيع أن يسميها، ربما روسيا أو غيره. يريد أن يشترط على الدولة اللبنانية ما الأسلحة التي تنتج في البلد وما الأسلحة التي يمكن استيرادها، يعني بده كنترول زي ما سوى على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. أنا قصدي أنه سقفه عالي وميدانه قليل جدا. والأمر الآخر أقول لك، حجم النشوة التي حدثت بعد ضربة الأمين العام لحزب الله واستشهاده وضربة خلفه وضربة أجهزة الاتصال، وصل بقناعة لديه أنه يستطيع أن يقدم. تقدم جيشه في مناطق حدودية، هو دخل ليضرب ويقتل، ولكن ضرب وقتل، أدى بذلك إلى حالة انتكاسة. المشهد الذي أريد لك، هو لا يستطيع أن يقدم شيء حاسم، وبناء عليه هو ما زال في المعركة يقاتل، وهذا ما يفعله في المنطقة في جنوب وما يفعله في المنطقة الشمال. وأنا باعتقادي أن الأمور ليست دافعة بإرادة إسرائيل إلى التصعيد، إنما لأنهم لم يستطيعوا أن يحدث شيء هو يصعد الأمور. جزء من جواب هذه الأسئلة ربما نناقشها أيضا مع الأستاذ حازم عياد ضمن فكرة مقاله الذي حمل عنوان صفقة أم هدايا متبادلة بين نتنياهو وترامب، وهو جزء من حديثنا هل تؤجل الأمور برمتها إلى مجيء ترامب. أهلا بك معنا أستاذ حازم. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. هل نستطيع الجزم، مع أنه بالسياسة ما في جزم، لكن من باب تقديم شيء أجوبة للمشاهد، هل نستطيع الجزم أن كل ملفات لبنان وغزة أجلت على مكتب ترامب ولا قيمة مطلقا للتفكير بأي شيء على يد بايدن الحالي؟ حاليا على يد بايدن نعم، لا يوجد ما يمكن إنجازه خلال 3 أشهر الحالية. ما يجري الآن هو أن دونالد ترامب يعمل على ترتيب أولوياته، يعمل على إعداد إدارته الجديدة، ويعد برنامجه الاقتصادي، ويعد لمعركة مع الدولة العميقة أيضا، هذه أيضا من أولويات دونالد ترامب. أما فيما يتعلق بإمكانية إحراز تقدم في أي من الملفات المتعلقة بصفقة في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، هذا الأمر لا زال مستبعدا أمام نتنياهو بعض الوقت ليحاول أن ينجز يعني تقدما عسكريا في جنوب لبنان، وهذا يبدو أن أفقه مسدود أمام المقاومة الصلبة في لبنان. هو يحاول أن يحسن شروطه أو أن يجعل شروطه أمرا واقعا في الجبهة اللبنانية، حتى اللحظة لم يفلح في ذلك. انطلق نحو العملية أو نحو الشق الثاني من عمليته في جنوب لبنان، وقبل قليل كان هيرس هاليفي رئيس الأركان يتوعد اللبنانيين بمزيد من العمليات، وأنه لن يتوقف حتى يحقق أهداف جيش الاحتلال، وبذلك
يحاول أن يقدم سقوفا مرتفعة في هذه الأشهر. أما أن نذهب إلى صفقة لا يتوقع ذلك، كل ما يجري هو عبارة عن نقاشات، محاولة لبلورة وتحسين شروط التفاوض وصولا إلى اللحظة التي يتولى فيها دونالد ترامب الرئاسة. يتوقع نتنياهو أن مجيء دونالد ترامب يمثل بحد ذاته ورقة يمكن أن تضغط على الجانب اللبناني، ووجود يعني كونغرس جمهوري يتمتع فيه بدعم كبير يمكن أن يوفر له موازنات، المزيد من الموازنات الاقتصادية والعسكرية، أيضا تمثل ورقة ضغط قد يستخدمها ويمكن أن يفرض أن يلوح بها في وجه المقاومة اللبنانية. أعتقد أنه يعتقد بأن الظروف وبيئة التفاوض في حال وصول دونالد ترامب ستكون أفضل. أما الحديث عن هدايا فهي نعم سأتي يعني سأتي معك على الهدايا، لكن هناك السؤال، يعني أليس من مصلحة بايدن حرمان ترامب من هذه الورقة التي لطالما كانت سبباً أو من الأسباب الكبرى لخسارة الديمقراطيين إنجاز التعبير في الانتخابات الأخيرة؟ لماذا وهو يمتلك كامل الصلاحية الآن، يعني ما زال اسمه الرئيس الأمريكي وما زالت إدارته مكتملة، لماذا لا يحرم ترامب من هذه الورقة ويتحصل عليها هو؟ يعني هو عمليا ما الذي سيستفيده من هذه الورقة إذا يعني تفويت الفرصة على ترامب لربما، هذا بحد ذاته قد يكون هدف بالنسبة له. بالنسبة لجو بايدن ولاؤه مطلق لإسرائيل، يعني هو ما قدمه يعني ليس أمرا سهلا طوال عام كامل، وهو يعني يراوغ مع نتنياهو رغم عدائه الشديد لنتنياهو، إلى أنه وضع الهدف الاستراتيجي وهو هزيمة المقاومة الفلسطينية وتعزيز أمن إسرائيل على رأس أولوياته، لذلك لا يعتبر ذلك قضية بالنسبة لجو بايدن، لأنه أيضا لديه التزام أيديولوجي عميق، يعني الرجل ليس شخصا سهلا، يعني وهو ينتمي إلى الدولة العميقة ويدرك أهمية الاستراتيجية للكيان الإسرائيلي. الثاني هو يعاني من حالة شلل سياسي كامل، يعني تقييمه كله لا يعمل يعني ولا يعد مؤثرا في المرحلة الحالية. ثلاث، إذا نظرنا إلى سلوك جو بايدن نجد أنه غير معني في اللحظة الراهنة بأن يدخل في صدام مع نتنياهو، بالعكس لم يرسل هوكشتاين وترك دريمر يتحرك بين موسكو وبين جو بايدن وبين دونالد ترامب، يعني رون دريمر وزير الشؤون الاستراتيجية لم يلتقي جو بايدن بل مباشرة ذهب إلى دونالد ترامب، يعني أن جو بايدن أعطى ضوء أخضر لترامب ولنتنياهو للعمل سوية وأن يتجاوزوه، نقل الملف بكامله بعجره وبجره إلى دونالد ترامب في وقت مبكر، وهذا يعني أن جو بايدن يعني لم يعد معنيا بملف الفلسطيني أو اللبناني وتركه وتخلى عنه بالمطلق، وهذا واضح جدا في سلوكه، لم يعترض أبدا ولم يخرج هوكشتاين يتحدث أو يعني يستدرك على ما قاله رون دريمر عند لقائه جو بايدن أو عند ذهابه إلى موسكو، لم يعترض أحد على زيارة رون دريمر لموسكو. في موضوع الهدية، يعني صلب المقال تركز على ما أسميته بالهدايا، يعني صفقة أم هدايا متبادلة بين نتنياهو وترامب. نعم دقيقة لو تكرمت، لماذا فقط الحديث عن هدية لبنان يقدمها بنيامين نتنياهو إلى ترامب واستثنيت غزة؟ لماذا استثنيت غزة ولا تكون المسألة يعني باكج كامل، وقف الحرب برمته في غزة وفي لبنان؟ أعتقد أن هذا جزء من التوافقات فيما بين دونالد ترامب وبين نتنياهو وطاقم إدارته، يعني أظن أن هذا يقع في صلب عقيدة الإدارة بأكملها. هم يفكرون فقط بالضفة الغربية، بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، يعتقدون بأنهم يمكن أن يحتووا وأن يحيدوا الجانب اللبناني، يمكن أن يلجأوا إلى الورقة الروسية والضغط على إيران. هم لديهم بعض القناعات التي سيختبرونها قريبا، يعني وأعتقد أن اختبارها الحقيقي سيكون في لحظة تولي دونالد ترامب الرئاسة وليس الآن. الآن هي محاولة لبلورة الأولوية، لوضع الأولويات، لبلورة استراتيجية، ويحاول نتنياهو أن يدفع باتجاهها، ولكن هذا كله سيختبر في اليوم الأول من تولي دونالد ترامب للرئاسة. يعني أنا أكاد أفقد الفكرة، لكن دعني أقول بأن بالنسبة لإدارة بايدن
لإدارة ترامب يجب أن نلاحظ أن كل من فيها وعلى رأسهم وزير الدفاع، وهذا أمر خطير جدا يجب أن يتنبه له جميع المقاومة بشكل أساسي وخصوصا في قطاع غزة، أن وزير الدفاع ويمتد أثره إلى لبنان، أن وزير الدفاع والمستشار الأمن القومي مايك وولتز يتبنون فكرة أنه يجب اجتثاث المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، ولا يجوز الانسحاب من أي أرض أنت تحتلها، لا يجوز. يعني أفغانستان هؤلاء رفضوا رفض مطلق، انتقدوا انتقاد شديد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، واعتبروا أن المعركة يجب أن تكون مع الفكرة. لاحظ هذه العبارة البسيطة، هذه عبارات مايك وولتز، أن المعركة يجب أن تكون مع الفكرة وأن هذه معركة طويلة وبالتالي لا يجب الانسحاب. يعني لاحظ ولا يريد أن ينسحب من قطاع غزة، يعني هناك جزء من العقيدة العسكرية والفكرية لدى القادة الجدد في أمريكا بأنه لا يجوز الانسحاب من قطاع غزة، تتزاوج وتتعايش مع فكرة إعادة الاستيطان لقطاع غزة وللضفة الغربية، وأي أرض سيتم الاستيلاء عليها من جنوب لبنان هنا مصدر الخطورة، سيكون من الصعب يعني قد لا ينسحب منها نتنياهو بسهولة، يعني حتى اللحظة لا يوجد أراضي يمكن الحديث عنها تدفع نتنياهو للقول أنني لن أنسحب من لبنان. لكن بطبيعة الحال هناك كلفة، يعني بالنهاية هؤلاء المسؤولين الأمريكيين ربما يصرحون، لكن من يدفع الكلفة على الأرض هو يعني هو الجيش الإسرائيلي. كان لديك مداخلة ضيفي إذا بسمح لنا. نعم. الأستاذ حازم. أستاذ حازم، أنا بدي أخذ فقرات من مقال جون بولتون اللي هو كان مستشار الأمن القومي في عهد ترامب، بيتكلم على عكس فكرة الهدايا، أنه رغم محاولات نتنياهو إظهار حسن النية من خلال اتصاله بترامب وتهنئته، إلا أن ترامب اللي صرح سنة 2021 أن نتنياهو أول من قام بتهنئة بايدن، وهذا خطأ كبير رغم أنني ترامب قدمت له الكثير، وأن هذا الخطأ الفاضح سيعاقب عليه نتنياهو. تاجر. الأمر الثاني بيحكي من ناحية العملية أنه نتنياهو ترامب ليس لديه عهدة ثالثة، ليس لديه حق دستوري في عهدة ثالثة، لذلك هو ما عندوش يعني خوف لا من لوبي ولا من أي حدا، بمعنى هو لا توجد متحرر. عليه متحرر من ضغوط اللوبي اليهودي أو الصهيوني، وكذلك من الضغوط اللي مارسها نتنياهو وأصدقائه في الكونغرس على اعتبار أنه قد يقوم بأي صفقة دون مبالاة بموقف نتنياهو. هذا كلام مهم لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون لترامب، إنه الفكرة بمعنى الفكرة أنه فكرة الهدايا غير واردة، على العكس وهو تكلم عن إنهاء الحروب. هذا بعزز فكرة أيضا موضوع التحدي وصراع الإرادة، أنه ترامب جاي قادم بده شيء، لكن إلا استطاع أخذه سيأخذه ويعقد صفقة عليه، لكن إن لم يستطاع وجد أنه الخسارة بالضبط. بالضبط بقول هذا الكلام، يعني أنه من الناحية العملية أن إسرائيل يجب ألا تتوقع أن تحصل على المستوى نفسه من الدعم من جانب الرئيس المنتخب كما حدث في الماضي. أستاذ حازم، في السياق أشرت إلى أن الهدية، يعني إن اتفقنا على مبدأ تبادل الهدايا، الهدية ستكون الضفة الغربية، مسألة الضم، سواء الضم الكلي لما تبقى من 22% أو ضم جزئي للكتل الاستيطانية الكبرى. ماذا عن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية؟ السلطة الفلسطينية هي حليف أو محسوبة أو غير يعني متناغمة بشكل أو بآخر. وماذا عن الأردن أيضا؟ هذا يطرح سؤال كبير جدا، هل يمكن للمصالح أن تتضارب داخل من هم محسوبون على الإدارة الأمريكية أو على واشنطن بشكل عام؟ جميل جميل، لكن أنا أريد تعقيب بس بسيط على موقف ترامب من نتنياهو. للعلم التعديل المتعلق بالحق بأن يترشح لأكثر من ولاية تم في العام 1945، عندما كان يحق للرئيس الأمريكي أن يترشح بعدد غير محدود من الولايات والدورات. الآن إمكانية تعديل هذا القانون واردة، يعني لديه أغلبية في الكونغرس ولديه أغلبية في مجلس الشيوخ، وإذا حصل على دعم من الدولة العميقة سيكرره، وقد قالها بلسانه مازحا، قال أنه سيعمل على أن يرشح لمرة ثالثة. لا تستغرب ذلك، ولعل نتنياهو يساومه على ذلك، لا ندري. يعني أنا أتحدث عن أن نضحك، لكن بعد مدة قد نبكي. نعم. على هذه السخافات التي قد تحدث في أمريكا، أي أن القانون قابل للتعديل، ليس أمرا مقدسا. يعني حدث. نعم. العام المسألة ليست فقط في الحالة العربية، يعني يمكن أن تنتقل إلى
الى حالات اخرى الى امريكا. روسيا موجوده من 20 سنه. خلينا نذهب الان الى الشق الثاني من السؤال. اذا ما يجب الا نستبعد هذا الامر، يعني هناك يعني قضايا ممكن ان يساوم عليها دونالد ترامب لا تخطر في بالنا، يعني في راسي حتى مره امتدح تشي بان مده الرئاسه لتشي غير لما عدل الدستور الصيني وقال انه مده الرئاسه كما اشاء، يعني طول العمر ممكن للابد، امتدح الرئيس الصيني على ذلك. هذا موقف دونالد ترامب. علينا ان ننتبه للسيكولوجيا التي تتحكم بهؤلاء الاشخاص. يعني ننتقل الى الجزء الثاني فيما يتعلق بالضفه الغربيه. هل الضفه الغربيه تعتبر جائزه بالنسبه لهديه يريد ان يقدمها وصفقه؟ نعم، هذا جزء. كل الاداره الموجوده داخل عند لدى دونالد ترامب تذهب بهذا الاتجاه، ذهب باتجاه تقديم الضفه الغربيه الى الكيان الاسرائيلي. هو ارسل نتنياهو ارسل سفيرا مستوطنا الى الكيان الاسرائيلي صديق لجولدشتاين، وترامب ارسل له سفير معمداني انجيلي لا يعترف بشيء اسمه ضفه غربيه، يرى انها ليست تجمعات استيطانيه بل هي مجتمعات، وان هذه الضفه يجب ان تكون يهودا والسامره، وبالتالي هناك انسجام كامل. حجم التنازل قد الان هنا حجم هذه الهديه، يعني هو التي يدور حوله النقاش. ما هو الحجم؟ هل ستكون غوش عكسيون مع معالي أدوميم مع غور الأردن؟ وهناك هجمة كبيرة على غور الأردن، هناك منطقة يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يصادرها ب 150 ألف دنم من رام الله إلى غور الأردن، يعني مساحة قد مساحة تل أبيب ثلاث مرات بحسب التقارير التي صدرت عن مؤسسة المقاومة الاستيطاني اليوم في الضفة الغربية. تتحدث عن مساحة تقدر بمساحة تل أبيب ومحافظة تل أبيب ثلاث مرات، هذه يريد مصادرتها. إذا أضفنا لها أنه يريد بمناطق بي وسي، أصبح هناك إمكانية لأن يتفاوض على ما هو أكبر من ذلك، وذلك يعتمد على حجم الهدايا المتبادلة بين الطرفين. المسألة الثالثة أن هناك من يريد أن ينهي السلطة، وإذا نظرنا إلى المندوبة الأمريكية التي ستعمل في الأمم المتحدة، هي لا تؤمن بشيء اسمه سلطة فلسطينية، وترى ضرورة معاقبة السلطة الفلسطينية على سلوكها وسعيها لأن تكون دولة، وهي ترى إلغاء الأونروا، وترى ضرورة معاقبة الأمم المتحدة وكل من يقول بأن هناك حل دولتين، هي لا تؤمن بها. هذه مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة الجديدة، يعني ستيفاني، هذه السيدة ترى أن خصمها اللدود الآن هو السلطة. نعم. يعني كيف ستتعامل السلطة مع هذا الوضع؟ طيب هذا سؤال. فيما يخص أختم معك فيما يخص خيارات الأردن، الأردن مصنف أمريكيا بأنه ربما الحليف الثاني الأقوى بعد إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك إجماع على دور الأردن كحليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه ستكون ضربة كبرى جدا للأردن الموافقة على ضم الضفة الغربية. خيارات الأردن ماذا تتوقعها أستاذ حسن؟ الخيارات هي إذا استمر هذا النهج لدى دونالد ترامب ولدى نتنياهو، فالخيار ذهب نحو مسار تصادمي مع الأردن. مصالح الأردن ستتعرض لأضرار شديدة مهما حاول الأردن أن يتكيف مع هذا الواقع. يصعب التكيف معه، أنت تتكيف مع ناس عقول إنجيلية متطرفة. يعني حتى عندما يتحدث مايك ويلز ويتحدث ويمسك الشماغ الأردني، زوجته كانت اللي هي يدعي أنها أردنية، يعني هي تحمل جنسية أمريكية وصلتها في البلاد ضعيفة، كانت مستشارة لبول بريمر، يعني كانت مستشارة للحاكم العسكري لبغداد الذي حل الجيش العراقي ووضع الدستور الجديد القائم على المحاصصة الطائفية. هذه هي جوليا زوجة اللي هو مستشار الأمن القومي، وهي مثل زوجها تعمل في جهاز الاستخبارات. نحن نتحدث عن واقع جدا بائس عندنا. نعم. كيف سيتعامل الأردن؟ لا يوجد له شركاء حتى داخل هذه المؤسسات، يعني هذه الشراكة وهمية، يعني غير لن 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 تكون لها تأثير عميق إذا لم يحرك الأردن، يتحرك في عمقه العربي بحيث يسنده هذا العمق، وأن يطالب الدول الخليجية بأن تقدم دعما حتى يستطيع أن يقف في مواجهة هذا التحدي، وأن ترفض دول الخليج التطبيع والذهاب في مسار صفقة مع دونالد ترامب.
عندها سيتعطل هذا المسار. أما إذا قبلت وساومت دول الخليج وقبلت بهذا المسار الذي سيضعه دونالد ترامب، سيجد الأردن نفسه محاصرا في عمقه الاستراتيجي وفي عمقه العربي أيضا. كل الشكر لك أستاذ حازم عياد الكاتب والصحفي الأردني، ضمن نقاش فكرة مقالك التي حملت عنوان صفقة أم هدايا متبادلة بين نتنياهو وكذا ترامب. كل الشكر لك، كنت معنا من عمان الأستاذ حازم عياد. في ظل ما تحدث به الأستاذ حازم عن طبيعة الفريق الذي بدأ بتشكيله دونالد ترامب، دعونا نتابع تصريحات بعض من انضم لهذا الفريق وكيف يقترح العمل. نعم، سنعود للتعليق عليها، سنعود للتعليق عليها. إذا نتابع هذه التصريحات لأحد من سينضم إلى فريق دونالد ترامب. I have full confidence that if left unrestrained, the IDF will be able to get the job done of defending Israel. I know they can do it. I personally hope for a successful in-and-out operation. I would love nothing more than for the IDF to put the heads of the top 100 Hamas leaders on stakes and line them up on the Israel-Gaza border as a sign that October 7, 2023 will never happen again, and then to use all of those saved resources to build the border defenses of the future. My view is that now is the moment for Israel to return to its founding premise. The Jewish state has an absolute right to exist. A divine gift, gifted to a divine nation, charged with a divine purpose. Israel has an absolute and unequivocal right and responsibility to defend itself to the fullest, applying the only language that its adversaries understand, the language of force. If Israel wants to at long last abandon the myth of a two-state solution, Israel should go ahead and abandon a two-state solution. The rest of the Arab world can absorb Palestinians just as the Jews absorbed their people out of 22 countries they were kicked out of since 1948. The Islamic world cannot continue to condone the slaughtering of Jews while continuing to disown the Palestinians. That is the hard truth, that neither member of either political party is willing to speak out loud to the Arab. إذا كانت هذه تصريحات عنصرية للمرشح، مرشح ترامب لتسلم وزارة الكفاءة الأمريكية. الساعة الأولى من المشهد انتهت مشاهدينا، نذهب إلى فاصل، نعاود بعده الحديث في الملفات الأخرى، كونوا معنا.